السلام عليكم. اليوم في شيوات ام وليد راح نديروا الحلقومه، لكن حلقومه بشكل اخر. كنت ديجا عملت لكم الحلقومه بالسكر، اليوم راح نديروا الحلقومه بالمايزينا. ان شاء الله راح تعجبكم ووصفه ناجحه 100%. واش راح نحتاجوا؟ اذا راح ناقصت بهذا، يعني هذا كاس وهذا نص كاس. تقدروا تستعملوا اي كاس عندكم اللي يرفد 240 مللتر. 240 مللتر. الوغ انا واش درت؟ عفوا، درت كاس ونص تاع السكر، يعني عبرت كاس ونص تاع السكر، نص كاس تاع النشا، اغوم ولا فاني. الا ما عندكمش ديروا لا فاني، زيدوا ملون. انا هذا فيهم الاثنين، درت طعم فريز، وزوج كيسان تاع الماء ولا جيلاتين، حوالي يعني مغرف كبيره او 20 غرام، او تقدروا تحسبوا 30 مللتر اللي عندكم العبر هذا الصغير، هذا 30 مللتر تاع جيلاتين غبره. ندوزوا مباشره لطريقه التحضير. اذا مش راح نحتاج زوج كيسان تاع الماء، نديرهم في الاول. زوج كيسان تاع الماء راح ندلهم كاس ونص تاع السكر، نص كاس تاع النشا. يعني ندير كل مع بعض لا بودر تاع الجيلاتين، لا غون الملون، إذا راح نخلط هذا الكل بارد في بارد. من بعد راح نعمله فوق النار. نرجع لكم فيما بعد. اذا هنا الخليط تاعي راه فوق النار، نخلط بالفوي باش يذوب لنا كامل هذاك النشا المايزينا. نبقى نخلط غير يبدا يخثر، راح نستعمل المغرف تاع الحطب كما راكم تشوفوا. كما نشوفو الان راح نستعمل مغطى الحطب ونبقى نخلط. اي بدات تعقد معنا. الحلقومة تاعنا كما رانا نشوفو هاي بدات تعقد. اذا هنا كي تعقد لنا راح نقص الفرن ونبقى نخلط لمدة 10 دقائق على نار متوسطة، وهي فوق النار راح نخلطو لمدة 10 دقائق. اذا هنا بعد مرور 10 دقائق ها هي الحلقومة تاعنا كيفاش ولات. كما قلت لكم 10 دقائق نتوما تخلطو بهذه الطريقة. الآن راح نحبس، راح نطفي عليها. هنا حكمت ليمون صغير على حساب الكمية تاعي، غبروها مليح بالنشا المايزينا، وراح نجيب الحلقومة تاعي نفرخها. هي هكذاك سخونة، ما تخلوهاش تبرد، لأنه إذا بردت راح تجمد. بسم الله.
راح نسقمها مليح بالمول تاعي. ماذا بكم يكون مول صغير شويه على هكا بالطريقه. خلوها تبرد مليح يعني بدون ثلاجه، يعني خلوها هكا على برا ساعتين او ثلاثه. اذا راح نخلوها تبرد ونعود لكم بعد حين. اذا ها هي الحلقومه تاعي هنا بعد ما بردت، يعني خلوها غير في المطبخ ماشي شرط الثلاجه ولا. واش راح نديرو؟ راح نقلبها نديرو هنايا لا مايزينا كما رانا نشوفو، وراح نجرب نحيها من المول في الطرف فقط. لأنها تجي لاصقة في الطرف قلت لكم لازم تعمروها من تحت من النشا باش ما تلصقش. اذا راني نحي فيها بالعقل. ها هي لازم تكثروا لها النشا في المول تاعكم. اذا راح نقسمها بسم الله كما راكم تشوفوا راهي ناجحه. ها هي اذا راح نقطعها مربعات بهذا الشكل، يعني الكبر كما حبيتو ديروه. يعني هنا كل وحده وعندها الاختيار كيفاش تخدم. اذا ها هي الحلقومه تاعنا. كما قلت لكم وصفه ناجحه 100%، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ها هي مربعات الحلقومه. اذا نغبروهم مليح بالنشا بهالطريقه باش ما يلصقوناش. شوفوا كيفاش جات. ها هي نقطع لكم حبه باش تشوفوها. ها حلقومه ناجحه، ان شاء الله تكون عجبتكم. اذا ها هي الحلقومه، ها هي واجده، ان شاء الله تكون عجبتكم. وكما قلت لكم راهي ناجحه 100%. ها هي قدميها لعائلتك ولاطفالك، حاجه مضمونه خدمتيها في الدار بدون مواد حافظه، ان شاء الله تعجبك. ولي عجبتك الوصفه تاع اليوم ما عليكم غير ديروا لي جيم لا فيديو وتشاركوا في قناتي حتى يصلكم الجديد. والى اللقاء مع وصفه جديده والى الملتقى.